مدينة شيكاغو معروفة جدا بمطاعمها والمنافسة اللي فيها. هولي باكيت مطعم تأسس في عام 2020. شلون الواحد بيقدر ينافس في شيكاغو؟ المطاعم صعب النجاح إنه في المطعم إنه تكون واقف لمصلحتك 24 ساعة. هذا الشعار الجميل الرائع يا جماعة الخير. أبو ديك. أبو ديك. أنا يمكن أول مرة أشوف شغلة نظيفة بهالطريقة هي. أهم شيء إنه زيت تنظف كل يوم فلتر وتغير كل يومين. هذا اللي بيعطي الطيابة للبروست 100%. نكهاتكم خاصة فيكم. Everything. مشروع عربي جميل مميز موجود هون في مدينة شيكاغو إلى الآن 3 فروع ما شاء نعم. الله تبارك الرحمن وقريباً حتلاقوه في عدة ولايات وأماكن. منيح هيك التحريك شغل شغل يلا أموري بخير. شهر كامل أي إشي سيلز مش بروفيت سيلز أي إشي دكناه في المحل تبرعنا فيه لأهل غزة 100% 100%. ما بتحس في الغربة يعني أنت بتيجي على برجيو تحس حالك في البلاد فيش إشي ناقص علينا. من مدينة شيكاغو اليوم جايين لنورجيكم واحد من المشاريع العربية الجميلة الموجود بهالمنطقة. مدينة شيكاغو معروفة جدا بمطاعمها والمنافسة اللي فيها. هولي باكيت مطعم تأسس في عام 2020. هذا واحد من المشاريع الجميلة اللي بيقدم الجاج الحلال والمأكولات الحلال. 3 فروع في مدينة شيكاغو وقريباً هتلاقوه موجود في كافة الولايات الأمريكية. تعالوا بلا جولتنا من وين؟ من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي. تفضلوا. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة يعطيك الله. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. ما شاء الله تبارك الله. هولي باكيت كان جميل مرتب. الله يسعدك. نجي على شيكاغو كنا عادة نشوفه وقول الجاي القادم إن شاء الله بدي يجي ونتعرف المرة القادمة. هلأ عملناها حياك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. بدنا ناخذ جولة عندك هون نشوف فضل. الأكل اللي فضل. تقدموه ونحكي الستوري تبع هذا المكان للمشاهدين ونعطيهم هيك لمحة ما هو هذا المطعم الجميل اللي اسمه هولي باكيت في شيكاغو في منطقة برجيو. بلش تفضل. لؤي عيسى مولود هون في أمريكا اللي 41 سنة من بير نبالة فلسطين. هولي باكيت هذا امتى فتحتوا المكان؟ هولي باكيت إلى حوالي فوق 3 سنين. بلشنا في وان ستور فرونت باب بعد سنتين وسعنا المحل ل 3 تايمز ذا سايز. شلون اجتكم الفكرة هي؟ انا لي 16 سنة في المطاعم حبينا نفتح إشي زي ما بيقولوا in our backyard في حارتنا. طبعا الجالية مسلمة الحمد لله فحبينا نجيب إشي حلال typical مسلم فاميلي يجوا عيلتهم بقعدوا بوصوا إشي مرتب وإشي حلال. شو بتقدموا انتو هون؟ شو المطبخات اللي بتعملوها؟ احنا الشغل الرئيسي طبعاً اللي هو الدجاج اللي هو البروستد شيكن. البروسلي هي بروستد. بروستد احنا بنقول بروسلي. بروسلي نعم. وبروستد بروستد. انتو شو بتقولوها؟ شو بتسموها؟ البروستر. اكتبوا لنا بالتعليقات. اوكي البروستر عبارة عن ضغط تقدم البيتزا وبرضه التشيز برجرز. معناتها بروستد بيتزا والبرجر. شو نعم. ما شاء الله تبارك الله. انا يمكن اول مره بشوف شغله نظيفه بهالطريقه هي. ما شاء الله الحمد لله رب تبارك الرحمن. معناته انتم كمان هون بتشتغلوا على المكائن هذا البروست اللي هو على الضغط. نعم هذا اللي بيعطي الطيابه للبروست 100%. الفراير العادي وفي عندك البروست يس هذا على الضغط وهذا اوبن فراير بسميه. هذا يعتبر بيعطي الدجاج بخليه انه كريسبي وبرضه من جوه يضل جوسي وطري. هون انتم كمان بتعملوا التتبيله الخاصه فيكم. نعم بتبلوا يعني دغري هيك فريش وتحطوا اول باول كل شيء فريش. اه يعني على الطلب على الطلب بس. هذا الحار هذا العادي هذا العادي وها هذا التندر ولا السندويشات بنستعمل طحين غير عنه. اه طحين مختلف عشان نعم. هيك انا شايف الالوان مختلفه وكل الطحين هذا احنا بنسويه ان هاوس كله هون خلطات كله هون. ما شاء الله حتى انتم بتعملوا الصوص كل الصوص عندنا المثومه احنا بنسويها الهولي صوص تبعنا الزنجر صوص تبعنا البرجر صوص. شو هي الصوص اللي عم تسويها؟ هذا للبرجرز. هذا للبرجرز نعم. نكهاتكم خاصه فيكم. Everything. مشروع عربي جميل مميز موجود هون في مدينه شيكاغو الى الان 3 فروع ما شاء نعم. الله تبارك الرحمن وقريبا حتلاقوه في عده ولايات
واماكن. منيح هيك التحريك؟ شغل شغل يلا. اموري بخير. شو المميز في شيكاغو من وجهة نظرك؟ الجالية الفلسطينية هيوج، ما بتحس في الغربة حتى. يعني انت بتيجي على برج فيو تحس حالك في بلادنا، فيش اشي ناقص علينا، اكل، لبس، لشرب، مدارس، جوامع، كل شيء موجود. بس ولكن شيكاغو كمان تميز انه فيها مطاعم كبيره، فيها مطاعم قويه وفيها منافسه قويه. نعم. شلون الواحد بيقدر ينافس في شيكاغو؟ شو السر؟ شو الخلطه؟ السر انك تسوي الاشي تسويها صح من اولها، من ديزاين، من نظافه، لكاستمر سيرفيس، لاكل، everything has to be 100%. الزبون يوم يعبر عندك انه يحس حاله مرتاح، باخذ اشي مرتب، بقعد بنبسط، اكل اشي، بعد اسبوع رجع اكل نفس الاشي، مش يوم ويوم لا ويوم لا، كل ما تيجي علينا تاخذ نفس الاكل. المطاعم فيها اوبريشن عالي. المطاعم صعب from A to Z، لحد ما تكون من النوم انك تنام انك المطعم حياتك. And that's one of the keys انك يعني ان النجاح انه في المطعم انه تكون واقف لمصلحتك 24 ساعة. الدجاج اللي عندنا ذبيحة حلال. ذبيحة حلال. الفرق انه الحلال في امريكا بيعتبروه حلال اذا it's a machine cut، يعني مش أوكي. واحد بيسمي عجاج. اوكي. في مواكن بيجي بيسلخ الدجاج بقول لك انه بعصوا زر بقول لك بسم الله والله اكبر بقول لك انه حلال. اها، وفي شيء اسمه الذبيحه حلال. احنا الذبيحه حلال ان هذا الدجاج اللي عندنا مذبوح بالايد. ايوه، يعني في عندك ناس خاصه قاعدين واقفين على كل دجاجه بسم الله الله اكبر ذبحوا الدجاجه. هسه بدنا نحط شويه صلصه التتبيل. تتبيل في السبايسي. يا سلام، اعطيها سبايسي يا عم. نسكر عليهم، خلي البروستر يشتغل. قديش؟ 12 كيلو. 12 دقيقة. وبنرجع بنلاقي الدجاج لساته جوا؟ جاهز. ولا بيكون هرب؟ ورايح. بعد 12 دقيقة بنرجع بنشوف شو صار بالدجاجات تبعاتنا، من وين؟ من هولي باكيت في مدينة شيكاغو. هلا الماكينة إلها دور. نعم. تلعب بموضوع الأكل والمقالي والترتيب للبروست. نعم. والزيت إله دور؟ الزيت أهم شيء. أهم شيء إنه الزيت تنظف كل يوم، تفلتر، وتغير كل يومين. يعني زيت براند نيو. اللي اهم من هيك ان نوعيه الزيت اللي نستعمله. معظم المطاعم بيستعملوا اللي هو الفيجيتابل اويل او الكورن اويل او اي شيء بروسيسد. احنا وي دونت يوز نوثينج، احنا وي يوز فات، ستريت بيف فات. اهم شيء عندنا الزيت، فالزيت از بيف تالنت. ما شاء الله تبارك الله، وانتم عندكم تعملوا كيترينج. نعم، كل الجوامع، مدارس الإسلامية، مراكز عربية، everybody بطلب مننا الحمد لله. برضو إحنا في رمضان سوينا a lot of campaigns، يعني حلو. في رمضان شهر كامل أي إشي sales، مش profit، sales، أي إشي دكناه في المحل تبرعنا فيه لأهل غزة 100%. مبيعات مو ربح؟ لا مو ربح. لا ما شاء الله. برضو سوينا campaign للبيتزا، أي بيتزا بعناه شهر كامل كله تبرعات لأهل غزة. في عنا special burger اسمه Eddie Mac Burger. ايدي ماك، اوكي. اي واحد بيشتري برجر مثلا حكه 5 دولارات دكتوره في غزه نتبرع لها. يا سيدي ان شاء الله، الله يكرمكم. امين. وان شاء الله جمعاً. الله ما حيضيعكم هذا الشيء وهذا التعب، طالما نيتكم صافيه وانتم عم تعملوا هذا الشيء لاهلنا في غزه فلسطين باذن الله تعالى. هولي باكيت هذا الاسم، تذكروه يا جماعه الخير، حتلاقوه في كل مكان في امريكا ان شاء الله باذن الله تعالى. الله يوفقك ويكرمك ويجبر بخاطرك. إذا بدي أسألك شو هو الحلم تبعك الشخصي أو هولي باكيت؟ الحلم كبير إن نشوف هولي باكيت في أزمن الولاية، تكساس، كاليفورنيا، فلوريدا، نيويورك، وإحنا شغالين على الموضوع إن شاء الله. وين ما في جالية مسلمة عربية بنحب إن هولي باكيت يكون موجود. البيتزا، البيتزا ما شاء الله كمان. شو تعملوا في البيتزا؟ أكيد إحنا البيتزا تبعنا inspired from نيويورك، من أصل من نيويورك. حتى الفرن هذا جبناه من إيطاليا. من إيطاليا؟ نعم. إحنا نخصص بس في نيويورك ساب بيتزا. ما شاء الله تبارك. نعم. الله. وأنواع وأشكال بتشيكن. نعم. بالباربيكيو. نعم. بالحلال بباروني. أي شيء بدك إياه موجود. أي شيء بدك. طبعا بالحلال بباروني والساسج والكل. خلينا نجرب بعض الأطباق الموجودة عندكم ونشوف الصفرة وين. في هولي باكيت في شيكاغو ببريدج فيو، هذا الموقع اللي عم نصور فيه. تفضلوا.
بسم الله ما شاء الله ابو محمد الورد بيتزا هي البابروني الحلال بيف بابروني نعم. وهذا هو الهولي باكيت اللي هو البروست تشيكن. هلا انا ما سالتك ليش انتم سميتوه هولي باكيت، شو من وين اجت هالاسم؟ الدجاج معظم الاوقات بنحط في باكيت، والدجاج تبعنا مذبوح حلال، فهولي من عباره عن شيء يعني ديني والباكيت اللي هو والباكيت. هذا الشعار الجميل الرائع يا جماعه الخير ابو ديك ابو ديك نعم. هيك سميتوه؟ نعم. شو هذا؟ شو السر وراه؟ شوفوا والله الدجاج تاعنا لابس هالكوفية انه ريبريزنت فلسطين. ما هذا الاختراع الجميل؟ معكرونة؟ هذا الهولي بو اللي هو از ذا نمبر 1 سيلر. اوكي. اللي هو عبارة عن فرايز معكرونة دجاج وصوص. الهمبرجر. الهولي برجر. هولي برجر. نعم. انا شايف بيجي معها بيض. بيض وبيكن بصل وصوص. بيض وبيكن وبصل وصوص. نعم. كنا معكم هول اليوم يا جماعة الخير من مطعم هولي باكيت في مدينة شيكاغو مع أخونا هون أبو محمد أخونا لؤي. بسم الله ما شاء الله مطعم حلال مميز جميل مرتب موجود هون في مدينة شيكاغو. اليوم ما شاء الله عندهم 3 فروع وقريبا حتلاقوا سلسلة جميلة في كافة الولايات إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. الله يوفقكم. مطعم عربي بيمثل ثقافتنا العربية الفلسطينية الجميلة بشعاره. هذا المطعم لازم نحن ندعمه. بيعملوا أيضا مبادرات جميلة لأهلنا في فلسطين في غزة بيعملوها تقريبا 100% من المبيعات. أنا كتير انبسطت أول شيء بمعرفتك أهلا وسهلا والتعرف عليك وتجربة مطعم تبعكم إن شاء الله. السنوات القادمة بنجي بنزوركم بالفرع 20 من جوات مطعم هولي باكيت في مدينة شيكاغو. شو بنقول؟ يا هلا يا هلا بيكم. سلامات.